سلام زهراتي، صافاكم؟ لاحمة صافا الحمد لله يا ربي. الو، لقيتي لا بروميير فوا في لا فيديو ديالي، ما تنساش ديري سبسكرايب، ضغطي على زر الجرس باش يوصلكم الجديد. وصفات مكتوبه تلقاها في الصوري هنا في اليوتيوب. كيما كتشوفوا جبت لكم كوكا مورقه بدون زبده التوريق مع تكشوكا واحد البنه. واش نقول لكم، شوفوا هذاك التوراق ديالها، هذا كامل بلا فيتاش، فريمون جات هايله وتشهي وبنينه، سيرتو انا مع الصيف فيتو نحوس غير على حاجه خفيفه هكذا وبنينه. الو، تبعوا لا غوسات بالديتاي كيما راهي، كملوا الفيديو حتى الاخر باش هكذا ان شاء الله تنجح لكم وتفرحوا بها عائلتكم. الحاجه الاولى اللي هي نبداو بالتكتوكه ديالي، عندي بصل، زوج حبات فلفل حلو، وعندي 3 حبات طوماطيش، معرف صغيره تاع طوماطيش تاع البطاطا، زيتون. بون، هاد الزيتون نخلوه من بعد. الحاجه الاولى نبدا نقطع البصل ديالي اون بتي دي هكذا، من بعد نديرو داخل الطنجره، ندير لها شويه زيت، نزيد نقطع الفلفل كيف كيف. درت البصل يتحمس مع الزيت والملح هكذا، غير بدا يدبل شويه برك نبدا نرميلو في الفلفل مقطعاته دي بتي دي هكذا صغير. نزيد نخليهم هكذاك على نار هاديه حتى يدبل البصل مع الفلفل. نزيد نقطع دوك حبات تاع الطوماطيش، نزيد نديرهم معاهم لداخل ونخليهم يطيبوا بيان، كل واحدة كيفاش تحب التكتوكه تاعهم. بعد زدت مغرف صغيره طوماطيش تاع البطاطا، ملح، فلفل كحل، وعكري، وخليتهم هكذا يتقلاو غير على نار هاديه برك. دونك فوالا، هاي التكتوكه ديالي بعد ما طابت نخلوها تبرد، فريمون جات بنينه وتشهي. بوغ لا بات، عندي 3 كيسان فارينا كيلت بهداك الكاس، مغرف صغيرة ملح، مغرف معمرة مليح تاع لا ليفيغ، عندي 4 كاس زيت وكاس تاع حليب. دونك فوالا، درت لا ليفيغ والملح، وكيما قلت لكم كيلت بهاد الكاس 3 كيسان فارينا، وزدت لهم 4 كاس زيت. وهنايا درت 4 كاس حليب، مي ومن بعد كي بديت نلايم قعدت نزيد في الحليب هكذا يجاني 1 الكاس، يعني تقعدي ديري غير بشويه حليب وتلايميها بالحليب هكذايا حتى تلايم لك تولي عندك اون بات. دونك فوالا، نقعد نزيد في الحليب هكذا ونلايمها حتى تتلم لاباط ديالي. ما نديروش الحليب كامل على خطره، باسكو سا ديبون النوع تاع تاع لا فارين وشاكو تستعملو، كاين اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. دونك نزيدو غير بشويه حتى تلايم. دونك فوالا، شوفوا بعد ما لايمتها بيان نخلوها ترتاح، تعرفوا الحاجه تاع الزيت لازم نخلوها ترتاح. ارتاحت واحد الساعه هكذاك، هنا نوجد الفيوتاج ديالي، عندي 3 مغارف كبار تاع زيت و 3 مغارف كبار تاع مايزينا، نخلطوهم هكذا بيان. الا شتو هاي هكذايا غير زيدو مغرف تاع زيت، انا نزيد شوفوا هكذا باش تولي عندنا اون كريم. دونك فوالا، نوجدوها ونخلوها تكوتي. هنا بعد ما ارتحت لاباط ديالي فتحتها بيان رقيقه هكذا، فتحتها كبيره كيما كتشوفوا فيها، يعني قعدت نفتح فيها حتى ولات ما تبانش. ومن بعد دوك نبدا ندهن فيها كامل بهذاك المايزينا مع الزيت، ندهنها هكذا كامل بيان كيما كتشوفوا، باسكو هذا الزيت مع المايزينا هو اللي راح يعطينا هذاك التوريق. دونك فوالا، بعد ما دهنتها كامل دوك نروليها هكذا، نبداو نرولو فيها ونزيدو نخلوها ترتاح باش نقدروا نفتحوها. ماكسيموم خلوها تزيد ترتاح واحد الساعه هكذاك. دونك فوالا، بديت نرولي فيها ونغطوها بيان سور، نخلوها ترتاح باش نقدروا نفتحوها. دونك شوفوا كيفاش جاني غولي، دوك انا نغطيها ونخليها تريح هكذا باش تجيني سهله كي نكون نفتح فيها. دونك فوالا، شوفوا بعد ما ارتاحت نقسمها اون دو هكذا باش ندير وحده من تحت ومن الفوق. شوفوا من الداخل كيفاش جات، فريمون ديجا هكذا هي تبان تشهي لاباط. دونك فوالا، نبدا نفتح فيها غير بالعقل هكذا. قص، انا استعملت هذيك سنيوه صغيره كاغي، هذه هي السنيوه ديالي، ثقبتها هكذا بفرشيطه، ولو طون لي تيك توكا ديالي بردت، زدت فتحت
لاباط الدوزيام هكذا، ونعمر التشكشوكه تاعي، تحبوا نزيدوا لها فرماج ولا كيما حبيتو. دونك فوالا، نمشي بيان تكتوكا، كاين اللي يحبوها معمره، كاين اللي يحبوها حاجه خفيفه كيما حبيتو. ليسونسيل هذيك لي زانغريديون اللي عطيتهم لكم، نحيت منهم غير قيس بول من تكتوكا، ما حبيتهاش تجيني معمره بزاف. نزيد ندير لاباط دوزيام من الفوق هكذا، ونضغط مليح على الاطراف باش تحكم روحها. نسقموها غير بالعقل برك، شوفوا لاباط بزاف هايله، سورتو كي تريح ما تقطعت ليش ورفتها فاسيلمون. دوك نبدا نخرج كامل هذاك النفس اللي راهو لداخل هكذا، ونابوي بيان تو روتور، نقطع هذاك الزايد كامل وندهنها بالجون دوف. انا هنايا ما قطعتهاش، دخلتها ديريكتومون هكذا، باسكو لو كان نقطعها مع باسكو لا بات تاع الزيت راح تزيد تشرب لي، دونك دخلتها ديريكتومون هكذاك. من بعد كي خرجت قطعتها فاسيلمون، و بيان سور نديرو لها زيتونات هكذا. على بالكم جات بزاف بنينه وخفيفه وتشهي، ننصحكم تجربوها. دونك فوالا، هكذا ندخلها الفوق، قسمة تحمر من تحت ونشعلها من الفوق باش تحمر تاني. فوالا شوفوا بعد ما خرجتها من الفوق، ديجا كي تكونوا تقسموا في الموس تسمعوا فحت تقرميش وش نقول لكم. دونك فوالا، هذه هي الغسالة تاع نهار تاع اليوم، نتمنى تكون عجبتكم. انا نقولكم نشوفكم في فيديو واحد اخر، تهلاو في رواحتكم، نحبكم بزاف، سلام.